واحد يقول انا بدأت ايأس لانك لا تريد ان ترد على سؤالي، ولان ليس لي مرشد. ايه بقى الحكاية؟ بيقول احد الرهبان المشهورين بالقداسة بدير القديس العظيم الانبا بولا، قال لي انني سأطرحك وانا خادم بكنيسة فقيرة وبحب الخدمة، وابي في الكنيسة رشح لي احدى الخادمات لارتبط بيه، وانا الان حائر وصليت كثيرا ووضعت الموضوع على المذبح، ولا اعرف هل اتقدم لخطبتها ام اسب للدير، وهل الا اذا تزوج يكون هذا ضد مشيئة الله وابا اعترفي ولي الفاظ الفضل، فكيف اسمع صوت الله؟ لماذا يسمع الله كل هذا الضرر؟ انا من رأي انك تخلي اب اعترافك يروح يقابل هذا الاب اللي قال لك انك تطرحه، ويتفاهم معه ويوصل له نتيجة. لكن انت تقعد حيران ما بين ده وده. حتى الاباء القديسين يوافقوا على كثرة الارشاد لكن ليس كثرة المرشدين، لما يكون في اكثر من مرشد الواحد يرتبك بين ارشاد هذا وارشاد ذاك. فمدام انت اخذت ارشاد من راهب شدير وليك اب اعتراف وفطور المرشد، الاثنين يقابلوا بعض، تاخده وتروح به الدير وتقول له تفضل اتفهموا سوا، ده الحل اللي وصلت يعني.